يستباح الدم العراقي من جديد، وتتعالى صرخات الموت في سماء كردستان شمال البلاد. قصف إيراني جديد. الحرس الثوري الإيراني الفاعل الذي يتبنى هجماته في كل مرة علنية وأمام مرأى العالم وانتهاكا لسيادة العراق، يعلن مسؤوليته عن القصف الذي طال مناطق متفرقة في محافظة أربيل. القصف المتواصل من إيران على الأرض العراقية بذريعة الرد على أحزاب إيرانية كردية معارضة بعد اشتعال الشارع الإيراني على وقع مقتل مهسا أميني. سماء أربيل لم تستقر في هجمات متكررة ضربت بها إيران عرض الحائط لمواثيق المجتمع الدولي وسيادة البلاد برفض حكومتي في المركز والإقليم، بل إن الحرس الثوري يقدم في كل مرة إنتاجه الصاروخي وطائراته المسيرة والمدفعية مستهدفا مناطق يدعي أنها تابعة لأحزاب معارضة لنظام طهران، فيما الخسائر أرواح أطفال ونساء وضرب لمنظومة الأمن التي فقدها العراق. الخارجية العراقية اعتبرت القصف الإيراني على أربيل تهديدا لأمن العراق وسيادته. بيانات الاستنكار الشديد بدأت بها حكومة الإقليم بإدانة شديدة للقصف الإيراني مطالبة بإنهاء الاعتداءات المتكررة. الأمم المتحدة أعلنت بتغريدة لها أن دبلوماسية الصواريخ عمل طائش يمهد لعواقب وخيمة، وذكرت البعثة في بيان أن حكومة الإقليم ترفض فكرة معاملتها على أنها الفناء الخلفي للمنطقة، حيث ينتهك الجيران سيادتها بشكل روتيني ودون عقاب. أمريكا والمملكة المتحدة أطلقا بيانات الاستنكار الغاضبة على هجمات إيران المستمرة وبالتشديد على دعم سيادة العراق. المسلسل الهجومي لا ينتهك سيادة العراق فحسب، بل إنه وفقا لمراقبين يمهد لارتفاع بركان الغضب بعد احتقان دام لسنوات في عيون العراقيين الذين يخرجون بهتافات غاضبة في كل مرة تسلب فيه روح العراقي وحياته وأرضه من قبل دول الجوار وغيرهم.